بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وهادينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ومن قرب الكعبة المعظمة ينعقد هذا المجلس المبارك الأسبوعي 44 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 4 من شهر ربيع الآخر 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أراجين أن يكون لنا بمجلسنا المبارك هذا في الليلة المباركة هذه في المكان المبارك هذا من ربنا الكثير من الخير والبركة والرحمة بما جلسناه نذكر فيه ربنا ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم القائل: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. صلوا على خير البرية تغنموا 10 يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه والذنب يغفر والنفوس تنعم. هذه أعظم مطالب الدنيا، كفاية الهم، أن تعيش عبد الله وقد كفاك الله همك. وأعظم مطالب الآخرة أن يغفر لك الله ذنبك فيرضى عنك ويدخلك الجنة برحمته. وكفاية الهم وغفران الذنب موعود بهما المستكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في تمام الفصل المتعلق بخصال الفطرة التي جعل لها المصنف رحمه الله عددا من الفصول، وهذا مجلسنا الليلة في فصل اختصر فيه المصنف أيضا جملا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الكلام والسكوت والضحك والبكاء. هذه صفحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به فيها ونقتدي بهديه في أنحائها، وهي جمل محفوظة في سيرته. انتخب المصنف رحمه الله تعالى جملا يسيرة منها، فاجعلوا مجلسكم مباركا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاماً، وأحسنهم أداءً، وأحلاهم منطقاً، حتى كان كلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، وشهد له بذلك أعداؤه. الفصاحة وحلاوة الكلام وعذوبة اللسان مظهر من مظاهر الجمال، وسبب من أسباب القبول وإقبال الناس على صاحب هذه الخصال. فمن أعطي منطقاً حسناً وكلاماً جميلاً ولساناً حلواً فقد أوتي شعبة من الجمال. وإذا كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أعلى هذه الأمة قدراً في الجمال، فإن هذا الباب من أبواب الجمال كان له فيه القدح المعلى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ولم يبالغ
بل تفضيله على إطلاقه كان أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأحسنهم أداء. يسري كلامه عليه الصلاة والسلام في أسماع السامعين فإذا هو السحر الحلال، يدخل القلوب بلا استئذان، وتجد لكلامه من الحلاوة والندى والأثر ورقة القلب وإقبال النفوس وانشراحها ما نجده اليوم بعد 1440 عاما. ما زلنا نجد لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تلك الحلاوة، وما زلنا نجد لعباراته تلك النداوة، وما زالت كلماته عليه الصلاة والسلام تضرب بأصدائها في قلوب البشر قرونا بعد قرون. وكلما جاء جيل من أمة الإسلام فأقبل على مائدة حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تقلب في نعيم تلك العبارات، وتقلب يجد في أفانينها وجمال عباراتها ما يأسر القلوب. ومن عرف العربية وتذوق جمالها أدرك ما معنى أن يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المقامات العلى في الفصاحة والبلاغة والجمال والكمال. إذا كان هذا الحديث المدون المحفوظ المروي المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ما زلنا نجد لحلاوته وطراوته ذلك الأثر الندي الباقي إلى اليوم، فبالله عليكم أي وقع لكلماته تلك في نفوس أصحابه وهم يسمعون تلك العبارات الخارجة من فيه الكريم عليه الصلاة والسلام؟ هل كنت يوما متخيلا أن تكون واحدا من صحابته جالسا في مجلسه ونبينا عليه الصلاة والسلام مرتقيا منبره، فإذا بكلماته التي تنساب في الأسماع فتسري في الأرواح فتطرب لها القلوب وتأنس لها النفوس؟ بل كان أعداؤه كما يقول المصنف رحمه الله يشهدون بذلك أكثر من أصحابه، ويجدون لحلاوة منطقه وجمال كلامه ما كمله الله تعالى به. أما إن الله جل جلاله لم يختر لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم إلا أكمل المقامات وأعلى الدرجات وأسنى المراتب، وهذا باب من أبوابها. ذلكم أنه ما بعث نبي من الأنبياء إلا وأعطاه الله عز وجل ما يظهر فيه قومه وما يبلغون به الحجة وما يبرزون به على غيرهم من الأمم حتى يفوق قومه في ذلك الباب. برع قوم موسى عليه السلام في السحر فكانت معجزته آية في السحر، خر السحرة لها سجدا. وكان قوم عيسى عليه السلام بارعين في الطب والدواء والعلاج، فبعث الله به معجزة عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وأمة العرب أمة لسان وفصاحة وشعر وجمال في الكلام يحاجون به بعضهم، وتسير الركبان بأشعارهم. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بأجمل كلام وأفصحه، بالوحي، إن كان قرآناً فهو كلام الله وكفى، وإن كان حديثاً من فيه صلى الله عليه وسلم فهو الشهد العذب الندي الذي يسري في الأسماع، وهو كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا تعجب لوحي الله أن يكون أجمل كلام يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: حتى كان كلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، وشهد له بذلك أعداؤه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا مقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا. هذه أحد أوصاف كلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قدر لك أن تكون حاضراً في مجلسه فسمعت كلامه فهذا وصف من أوصافه: الكلام المتأني الهادئ
الواضح المسموع المفصل المبين. إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، يعني لو شئت أن تحصي كلماته التي تكلم بها لأمكنك عدها، وذلك من قلتها أولاً، ومن وضوحها وتفصيلها ثانياً، وسهولة فهمها. أما قال الله تعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان بيانه صلى الله عليه وسلم للأمة أكمل البيان الذي لا يحتاج بعده إلى من يبين بيانه، فكان بيانه شافياً وافياً كافياً صلوات الله وسلامه عليه. ومن قلب أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر في عباراتها وجمال جملها أدرك ما معنى وضوح هذا الكلام. أما صفة هذا الكلام الملقى بتؤدة وهدوء وترسل لا عجلة فيه فلم نسمعه. غاية ما يمكنك أن تجد من كلامه المسطر المكتوب المذكور في الرواية، لكن الصحابة رضي الله عنهم وصفوا ذلك. اسمع ماذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا، يعني ككلامكم الذي يأتي مسترسلاً منطلقاً فلا تمسك أول الجملة من آخرها. قالت: ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، أو بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأنس رضي الله عنه يقول كما عند الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ما معنى إعادة الكلمة؟ لا تفهم أنه إذا تكلم بالجملة أعاد كل كلمة فيها ثلاثا، لا. فأما هذا فهو من العي الممجوج في الأسماع غير المقبول، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكنه يقصد أنه إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا. وفائدة الإعادة إفهام السامع، قال ليعقل عنه. ولذلك أمثلة منها ما ذكر في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما عدد الكبائر وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ومثلها أحاديث عدة كان إذا تكلم أو وجه وكان يقصد صلى الله عليه وسلم تنبيه السامع أعاد الكلام ثلاثة. ومثله كان إذا سلم سلم ثلاثاً. وغاية ما يكون في تفسير هذا التكرار في السلام ثلاثا أنه ربما يمر صلى الله عليه وسلم بالقوم وهم جلوس، فيسلم في مقدم المجلس وفي أثنائه وفي منتهاه إذا جلس إليهم، فيسلم على فئة في أولهم وعلى وسطهم وعلى آخرهم، فيبلغ سلامه لجميعهم صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يعيد السلام ليسمع من لم يسمع، فتكرار السلام وتكرار الكلام غايته المشتركة إفهام السامع، فإنه عليه الصلاة والسلام يحمل رسالة النور والهدى والوحي والبيان الذي أمره الله تعالى به. فكان صلوات الله وسلامه عليه بمثل ما ذكر في أوصاف صحابته الكرام رضي الله عنهم واضح الكلام. قال رحمه الله: ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا مقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلم. هذا الهدي الوسط تجده في كل شأن النبي عليه الصلاة والسلام، في كلامه، في منامه، في ضحكه، في طعامه، في لباسه، في منامه واستيقاظه. الهدي الوسط الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، حتى الكلام لم يكن بطيئاً وفيه الفواصل والقواطع والتأتأة وتخلل الكلام بانقطاعات الذي يلقي فيه الكلمة فيمل السامع من بطء الكلام وشدة انقطاعه، وليس بالهذ المسرع. فلم تكن كلماته عليه الصلاة والسلام مفصولة يلقي الكلمة فيقول بعدها وكذا، ويلقي كلمة ويسكت بعدها يستحضر كلمة تالية. قال: ليس بمقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم
وليس بالهذ المسرع الذي تتسابق فيه الكلمات، فربما تلعثم المتكلم من سرعة الكلام، وربما تداخلت بعض أحرفه أثناء الكلام. لا، هو ليس هذا ولا ذا، هو الكلام البين الفصل الواضح الذي يفهمه السامع. ولذلك لن تجد رواية صحيحة ولا ضعيفة في روايات السنة أنه صلى الله عليه وسلم كلم واحدا من أصحابه أو ألقى خطبة فاستفهم السامع فقال إيش قلت يا رسول الله، أو ماذا قلت، أو أعد علي. ما احتاجوا إلى هذا أصلا، ما طلب أحد منهم إعادة الجملة ولا تكرار المسألة، لأنهم سمعوا ففهموا، فكان تمام البيان بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا هدي بليغ يفيد منه الآباء في تربية أولادهم، والأمهات في تعليم أبنائهم، والمعلمون أيضا في صفوفهم وبين طلابهم، والدعاة والعلماء في مخاطبة الأمة نصحا وتوجيها وإرشادا، أن القصد من تلك الرسالة التي يحملها كل أولئك المصلحون على اختلاف مراتبهم إفهام السامع وإيصال الرسالة. فالأولى بهم والأرفق بهم وبمن يخاطبون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم. فصل: لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا وصف من أوصاف كلام النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان طويل السكت، يعني لم يكن ثرثارا في الكلام، إذا جلس في المجلس تصدره وتسيده وساق زمام الكلام. كان طويل السكت، كان سكته أو سكوته أكثر من كلامه عليه الصلاة والسلام. لا يتكلم في غير حاجة، والحاجة عنده الحرص على الأمة وبيان الخير لها، وتعليم الجاهل، وإرشاد ونصح وتوجيه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، هكذا وردت الرواية في وصفه عليه الصلاة والسلام كما في كتب الشمائل. والمقصود بالأشداق هاهنا الشدقان، وهما طرفا الفم. والمقصود ما ورد في وصفه عليه الصلاة والسلام في عظم الخلقة، فإنه كان ضخم الرأس، ضخم الكراديس، شثن الكفين والقدمين، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الهامة صلى الله عليه وسلم. فعظم أوصاف خلقته عظمة الجلال والمهابة والوقار، لا عظمة الضخامة والعملقة. هذه العظمة في أوصافه عليه الصلاة والسلام وصف فيها أيضا بأنه كان عظيم الفم أو واسع الفم، وفسر بأحد معنيين. المعنى الحقيقي بأن فمه الشريف صلى الله عليه وسلم كسائر أعضاء خلقته في التناسب جمالا وكمالا، فيه وصف العظمة كعظمة المفاصل والرأس والكفين والقدمين. وفسر في المعنى الثاني بالسعة والعظمة المعنوية، والفم إنما يقال له واسع وعظيم إذا كان الكلام الخارج منه واسعا وعظيما، فيكون المقصود بوصف السعة والعظمة هو الكلام الخارج من فيه عليه الصلاة والسلام. وكلا المعنيين صحيح. قال: يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، يعني أنه من شدة وضوح كلامه يتكلم بانفتاح فمه، فتخرج العبارات والأحرف واضحة لا لبس فيها. ليس الفم المنغلق الذي لا تكاد تميز فيه حرفاً من حرف مجانس له أو مقارب له، بل لشدة وضوح الكلام واتساعه فيه فمه عليه الصلاة والسلام كان في غاية الوضوح في أسماع السامعين. قال: ويتكلم بجوامع الكلم. فصل: لا فضول ولا تقصير. جوامع الكلم واحدة من أعطيات الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها جوامع الكلم، والمقصود بجوامع الكلم تلك العبارات النبوية التي اختصر له فيها المعاني اختصارا. فكان يتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلمات المعدودات ذات المعاني الواسعة التي لا انتهاء لها. وهذا الموجز في العبارات المتسع في المعنى هو المسمى بجوامع الكلم، وهذه درجة رفيعة جدا في التمكن من زمام اللغة وسيادة قيادتها، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام فيها المقام الأعلى. إذا تكلم انساقت له العبارات فيختصرها ويوجزها فيجمعها، فتعي العرب ما يقول عليه الصلاة والسلام بأقصر عبارة وأيسر لفظ وأقله عددا، لكن المعنى لا يزال متسعا في عبارات كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في عبارات كثيرة هذا المعنى، يقول: إنما الأعمال بالنيات. فيجعل فيها علماء الإسلام في هذه العبارة كل أحكام الشريعة بلا استثناء، وقالوا كل ما يدخل في هذا المعنى فهو من مقاصد قوله في الجملة القصيرة: إنما الأعمال بالنيات. فمن نوى بعمله رياء فليس له إلا ما نوى، ومن نوى الإخلاص نال أجره، ومن وقع في شائبة حصل له من النقص بقدر ما وقع، وهكذا ستنساق لك الأبواب والأحكام والمسائل والفصول التي تتزاحم تحت تلك العبارة الموجزة القصيرة، وأمثلتها لا عد لها في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا فضول ولا تقصير، ليس كلامه فضلا زائدا وعبارات يمكن أن تستغني عن بعضها، ولا تقصير، ليس كلاما مختزلا يحتاج إلى شرح وتفسير. قال: وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، بل بين وأرشد عليه الصلاة والسلام أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعلم الأمة وكان إمامها صلى الله عليه وسلم في امتثال ما يدلها عليه من مكارم الأخلاق والأفعال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. هكذا روت عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في عبارات جمعت هذا الكمال في الخلق المحمدي. ما كان فاحشا، لا فحش قول ولا عبارة ولا إشارة صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من الفحش وهو الطاهر المزكى عليه الصلاة والسلام. لا فاحشا ولا متفحشا، قيل الفحش في القول والتفحش في الفعل، وقيل الفاحش طبعا والمتفحش تكلفا، كل ذلك لم يكن، بل كان أبعد شيء عن وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك الأوصاف البشعة التي يستأنف نبلاء القوم وأشرافهم من التلبس بها، فكيف بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. ما كان فاحشا ولا متفحشا، لا ابتداء ولا ردا، حتى إذا قوبل بإساءة وفحش وإغلاظ في القول كان عليه الصلاة والسلام ما يزال يحافظ على سمت الأناة والهدوء والحلم والكرم والعفو والصفح. لا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. غاية ما يمكن أن تجده إذا كره الشيء أن يعرف في وجهه. كيف؟ بتغير وجهه، باحمرار وجنتيه، ببروز العرق الذي بين حاجبيه يدره الغضب. إذا كره شيئا عرف في وجهه لكمال حيائه عليه الصلاة والسلام، ولرقة مشاعره صلى الله عليه وسلم. يعرف ويقرأ في ملامح وجهه كراهية الشيء وإن لم يتكلم به عليه الصلاة والسلام. قال: ولا صخابا، يروى بالصاد وبالسين وكلاهما صحيح والمعنى واحد، سخابا أو صخابا، من الصخب وهو الضجيج ورفع الصوت،
الضجة ورفع الصوت أثناء الكلام مظهر من مظاهر الطيش والخفة الذي ترفع عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلم حتى لو كان في مقام العتب أو في مقام إسماع البعيد لم يكن عليه الصلاة والسلام كشأن بعض العامة إذا تكلم صاح بأعلى صوته ليسمع من على مقربة منه، وإذا أراد البعيد صاح مناديا مكررا كما يفعل الناس في الأسواق وفي المجامع. لا يعرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا كمال الأنات وجمال المظهر وكمال أوقاع مواقفه وعباراته في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان جل ضحكه بل كله التبسم، وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. انتقل رحمه الله بعد الكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام إلى الحديث عن هديه في الضحك. هذه صفحة من مشاعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه بشرا رسولا يضحك ويبكي كسائر البشر ويحزن ويفرح كسائر البشر، حتى صفحة المشاعر حفظها أصحابه، فنقلوا لنا إذا ضحك متى يضحك وكيف يضحك عليه الصلاة والسلام، من أجل شيئين كبيرين: الأول أن تكتمل لك الصورة الكاملة لكل ما يتعلق بحبيب قلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعرف عنه أدق تفاصيل الحياة. صحيح أنك ما رأيته ولا جلست بحضرته، لكنهم والله نقلوا لنا من دقائق وصفه حتى لكأنك جالس بين يديه. نقلوا لك وصف خلقته وهيئته وقيامه وقعوده وضحكه وبكائه. اجمع كل ذلك في الهدي النبوي تكتمل لك الصورة المثلى عن نبي الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصد الأول من حفظ ذلك الباب، من روايته، من نقله، أن يكون لنا معشر الأمة شيء إن لم ندركه بالشرف بصحبته أدركناه بدراسة سنته والحرص على تعرف شمائله عليه الصلاة والسلام، فيغدو أحدنا كأنه واحد من صحابته رضي الله عنهم جميعا. والمقصد الثاني أنه كلما وجدت في تلك الأبواب مساحة يسعك فيها أن تتأسى وتتشبه وتتقتدي وتهتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام فافعل، لا تتأخر. إن استطعت أن تضحك كمثل ضحكه فهنيئا لك، أن تبكي كمثل بكائه، أن تتكلم بمثل كلامه، أن تحزن، أن تفرح، أن تقوم، أن تقعد وتأكل وتشرب في كل باب. ما رويت هذه الروايات إلا لتتسع لنا مساحة الاتباع ويكون لك في مسيرة حياتك خطى أكثر، اجمع منها بقدر ما تستطيع خطوات تتأسى فيها بالحبيب عليه الصلاة والسلام، اجمع منها في رصيدك ما شئت، وتعال يوم القيامة ونافس المحبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك لن تكون دعاوى المحبة جوفاء، دعاوى المحبة تبرزها الشواهد، المواقف، سجلات الأعمال، صحائفك. استخرج ما فيها من السنن، أرني ما في حياتك من مواقف أوقعتها طبقا لما حفظته وعلمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عد معي إلى الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال السلف: هذه شواهد المحبة فاستكثر من جمعها قبل اللقاء. سيأتي اليوم الذي تلقى فيه ربك فتزعم أنك تحب الله وتريد أن يحبك الله، وقد دلك الله عز وجل أنه لا طريق إلى ذلك إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجمع من شواهد المحبة ما يشهد لك عند لقاء ربك أنك تحب الله، ودلائل ذلك وشواهد صدقه في حياتك تلك المواقف، الأقوال والأفعال من نومك إلى استيقاظك كلها مليئة حافلة بمواضع أوقعتها وأتيت فيها بخطى على خطى الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الضحك وسيعقبه البكاء والكلام فيه عن جمل موجزة مختصرة. قال كان جل ضحكه بل كله التبسم. أما الضحك بالقهقهة ورفع الصوت وفتح الفم والانقلاب على القفا من شدة الضحك فلا والله ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. قال كان جل ضحكه بل كله التبسم. تقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. اللهات اللحمة المدلات في سقف الحلق في آخر اللسان. تقول ما كان يضحك، وتقول ما رأيته ضاحكا حتى أرى منه لهواته، ما فيه انفتاح فم أثناء الضحك. يقول عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه كما في الترمذي ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. التبسم الذي يعرفه كلنا انفتاح الفم، فإذا ازداد التبسم درجة قال وكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وهي آخر الأضراس، ما نسميه اليوم أضراس العقل، فهي آخر مراتب الأضراس في الفم، والإشارة بذلك إلى المبالغة أنه مع التبسم وليس انفتاح الفم، فإذا تبسم انفتح فمه الواسع الجميل صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه في آخر أسنانه، فإذا رأيت هذا فهي غاية الضحك منه عليه الصلاة والسلام. ليش يضحك؟ قال وكان يضحك مما يضحك منه، وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. هاكم أمثلة من ضحك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف حتى تعرف مما كان يضحك عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت كذا يوم كذا وكذا. هذا تقرير العبد بذنوبه يوم يلقى الله. يقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت كذا يوم كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، وساكت لأنه ما زالت تعرض عليه ذنوبه الصغار ويخشى أن تأتي الكبار التي لا يريد ذكرها. قال وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة كرما من الله وقد عفى عنه، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا، ترى باقي لي ذنوب ما جاءت. طمع على طريقة ابن آدم في الطمع، ما يزال حتى في يوم القيامة لما رأى العطاء والكرم قال يا رب ما زالت باقي لي ذنوب، لما رآها تبدلت حسنات. يقول أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا مثال. ومثاله الآخر في حديث عبد الله بن مسعود وقريب منهم في وصف أهل الجنة يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، يخرج منها رجل يخرج زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، يعني ما بقي لي مكان، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. قال فيقال له تمنى، يعني هل تذكر الدنيا؟ قال نعم. فيقال له تمنى. قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول أتسخر بي وأنت الملك يا رب؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. أيضا ما أخرج أبو داود بسند صحيح، هذا موقف داخل البيت النبوي. تقول عائشة رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، السهوة كالفتحة في الجدار يغطى بستار. قال وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب الدمى، خبأتها وراء الستار، فلما جاءت الريح
وحركت الستار انكشفت اللعب. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي، يعني الدمية كالبنت بالنسبة لها. قالت: بناتي. قال: ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني على هيئة فرس غير أنه قد ركب له جناحان. فقال لها: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال: فرس له جناحان؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم يضحك مع أصحابه ويضحك داخل البيت وخارج البيت. أخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى بسند حسن أيضا عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة يوم، هذا أيضا بين أزواجه وفي حجراته عليه الصلاة والسلام، قالت: زارتنا سودة يوم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني بين عائشة وسودة، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها. جلس كالمتربع، أو جعل إحدى رجليه في حجر هذه والثانية في حجر الأخرى، حميمية وقربا وحبا منه صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. تقول عائشة: فعملت لها حريرة، أو قال خزيرة، نوع من الطعام كالحساء. فقلت، عائشة تقول لسودة: فقلت: كلي. فأبت. فقلت: لتأكلي أو لألطخن وجهك. فأبت سودة. فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. قالت: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني، وأبقى رجله في حجر عائشة كالذي يحبسها، ورفع رجله عن سودة لتأخذ حقها لتستقيد مني. قال: فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، يعني من خارج البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. وهذا قبل أن يفرض الحجاب، ولعمر من الهيبة في حضوره ما أراد عليه الصلاة والسلام ألا تبدو تلك المظاهر من التبسط إلا بينه وبين أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما أخرج البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جلس يوما يحدث أصحابه وذكر الجنة، وعنده رجل من أهل البادية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع في الجنة وفي نعيمها، وطلب في الجنة أن يزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ يعني يا عبدي أنت في الجنة وكل النعيم بين يديك، فما حاجتك إلى التعب والنصب والزراعة وما يتعلق بها؟ قال: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. وهذا من نعيم الجنة، ما أن بذر حتى استوى ونضج وكبر وجاء الحصاد. فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. هذا والأعرابي يسمع وصف النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اللون من الجنة وبعض ما يحصل فيها. قال الأعرابي: والله يا رسول الله لا تجدوه إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن يعني أهل البادية فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعددت المواقف، قال المصنف رحمه الله: وللضحك أسباب عديدة. كل ما سمعتم من أمثلة ضحك فيها عليه الصلاة والسلام مع رجل من أهل البادية، مع أهل بيته وأزواجه، بين أصحابه، ضحك له أسبابه وليس ضحكا من فراغ. ومع ذلك فكان على الوصف التبسم الذي يبلغ في غاية وصفه أن تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، والثالث ضحك الغضب وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته.
وقد يكون ضحكه لملكة نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. نعم، هكذا تكون أسباب الضحك. قال هذا أحدها، يعني يضحك مما يضحك منه وهو ما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر، كمثل ما سمعتم في بعض الأمثلة. قال وأيضا من أسباب الضحك ضحك الفرح، أن يرى ما يسره ويباشره فيضحك سرورا وفرحا. يضحك أحدنا إذا رزق بمولود، إذا حصل له زواج، إذا أوتي نعمة فاستبشر وفرح ضحك. الثالث ضحك الغضب، قال وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه. كيف غضبان ويضحك؟ ليس هذا من تضارب المشاعر، بل هي مرحلة يبلغ فيها الغضبان بسبب ما أورد عليه من الغضب وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، كما قال وقد يكون ضحكه لملكة نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، البرد الذي يلبس على الجسم، البردة التي تكون من إزار ورداء، وعليه برد نجراني يعني نسبة إلى نجران مصنوع فيه غليظ الحاشية، يعني هذا البرد حاشيته من الداخل خشن وغليظ. قال فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البردة من شدة جبذته. ثم قال الأعرابي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. موقف يبدو في ظاهره من عدم الاحترام أو قلة الأدب بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الجفاء والتعدي والتطاول يأتي يريد أن يطلب عطاء فيطلب بهذه الكيفية، يسحب الرداء ويشده. يقول أنس حتى رأيت أثر الحاشية الغليظة، يعني أثر البطانة الخشنة قد أثرت في صفحة عاتق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ربما أحدثت فيه خدشا أو حمرة لأنه كان صلى الله عليه وسلم أبيضا مشربا بحمرة. فتعجب أنس قال والأعراب يقول يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني حتى العبارة ليس فيها أي قدر من اللطف، مر لي من مال الله الذي عندك. قال أنس فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بعطاء، انتهى الموقف. تفسير ذلك يطول، لكن موجزه أنه أعرابي وما عساه أن يقابله عليه الصلاة والسلام بشيء من مواقف التعليم والتأديب في موقف عابر. وهل لموقف محدود في كلمة واثنتين أن تصلح أخلاق رجل من أهل البادية أو أن تسمو بطباعه التي نشأ عليها في الجفوة والغلظة كما هو طبيعة البادية التي تلقي بظلالها على أصحابها؟ أيمكن أن يعتدل ذلك كله في كلمة واثنتين؟ إذن لا محل للعتب، ولا محل أيضا لتوجيه لسلوك يراد تقويمه في موقف عابر. فليس لك إلا أن تتخطى ذلك كله وتنتقل إلى تحقيق الهدف. الرجل يريد عطاء أمر له بعطاء، فلماذا ضحك عليه الصلاة والسلام؟ ما تفسير الضحك؟ الموقف لا يبعث على الضحك، بل ربما كان باعثا على الغضب أقرب منه إلى الضحك، إلى الانزعاج والتذمر الذي يعتريني ويعتريك إذا ما تعرضنا لمثل تلك المواقف. لكنه قريب من قول المصنف لملكة نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الضحك التي لم يذكرها المصنف ضحك التعجب والإقرار، يضحك عليه الصلاة والسلام تعجبا في بعض المواقف وإقرارا لما يكون بين يديه. وشاهد ذلك وأوضحه وأشهره في أمثلة السنة النبوية حديث أنس رضي الله عنه، وحديث أيضا أبي سعيد الخدري كذلك
تكون الأرض، يقول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. في رواية البخاري عن عبيدة عن عبد الله قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، يعني لقول الحبري في أن ما قرأ ما قاله ونقله عن التوراة هو صحيح فيما ينسب إلى رب العزة والجلال من الصفات، فكان هذا إقرارا مستفادا من ضحكه، ضحك الإقرار والتعجب منه عليه الصلاة والسلام. ومن شواهد ذلك أيضا في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعاد الجملة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل مقدم اليهود. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك، يعني أما قلت لكم؟ فضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم، إلى آخر ما قال. ضحك عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح البخاري لما أخبرهم بشيء يكون للأمة يبعث على الفرح والاستبشار. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابنة ملحان فاتكأ عندها ثم ضحك، فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ فأخبرها ببعض أحوال الأمة التي تكون فيما بعد مماته مما يبعث على الفرح والاستبشار. قال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك، فقالت له: مثل ذلك. فقال لها: مثل ذلك. قال: تدعو الله أن يجعلني منهم؟ قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت رضي الله عنها. ضحك وهو يخبر عن يوم من أيام الأمة فيه استبشار وفيه فرح وفيه امتداد للإسلام، فضحك استبشارا صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كان تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. تم كلامه الموجز المختصر رحمه الله عن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى البكاء، الصفحة المقابلة للضحك في المشاعر البكاء. وكلنا يا ابن آدم يضحك ويبكي، والله عز وجل قال: وأنه هو أضحك وأبكى. فالله عز وجل جعل فينا من الطباع يا معشر البشر هذه الأصناف المتقابلة: الضحك والبكاء، والحزن والفرح، والسرور والنكد، لأنها حياة تجمع بين هذه المتناقضات، بخلاف الآخرة التي تجمع أحدهما، فإما نعيم سرمدي جعلنا الله وإياكم من أهله، وإما شقاء سرمدي والعياذ بالله. بكاؤه عليه الصلاة والسلام قال كان من جنس ضحكه، إيش يقصد؟ التوسط، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما قلنا في الضحك ليس فيه قهقهة ورفع صوت، ولكن يعرف بكاؤه كيف؟ قال كان تدمع عيناه حتى تهملا، يعني حتى تفيض بالدمع فيعرف بكاؤه من غير صوت. وإذا صلى
وخشع في صلاته مما يقرأ أو يسمع صلى الله عليه وسلم كان لصدره أزيز كأزيز المرجل. عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر العظيم، وإذا وضعت القدر العظيمة على النار حتى غلت ففار الماء، اضطرب القدر بما فيه حتى تحرك الغطاء، فارتجاج القدر بالغطاء يحدث صوتا يسمى أزيز المرجل. يبكي عليه الصلاة والسلام ممسكا بكاءه كاتما إياه ما استطاع حتى يهتز كاهتزاز القدر تلك على النار التي ثار الماء بداخلها. فيه البكاء حتى تنزل الدمعات، فيه عدم رفع الصوت. يقول: ولصوته، قال: ولصدره أزيز كأزيز المرجل، ما قال ولصوته ولبكائه صوت وشهيق، لا، ما يعرف هذا عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز. تقدمت بك أسباب الضحك، قال: أما البكاء فكان يبكي تارة رحمة للميت، يشهد جنازة أو يحضر قبرا أو يموت أحد بين يديه فيبكي رحمة له، وتارة خوفا على أمته وشفقة. وكم بكى صلى الله عليه وسلم شفقة علينا معشر أمته، ألا يدركنا الشقاء، ألا نحرم النعيم يوم القيامة، ألا يحال بيننا وبين الجنة. بكى شفقة علينا صلى الله عليه وسلم، وتارة من خشية الله، إما في مواقف الدعاء أو في النسك أو في الصلاة أو في القيام، وتارة عند سماع القرآن. طيب، وسامع القرآن ليش يبكي؟ القرآن شقاء؟ الله يقول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا، بكاء سماع القرآن ليس بكاء عذاب، ليس بكاء ألم، بل بكاء فرح، بكاء اشتياق ومحبة. من يسمع القرآن فيبكي حتى لو مر بآيات فيها ألوان من العذاب والوعيد ونقمة الجبار وسطوة القهار، فإنما يبكي اشتياقا لأنه يسمع كلام الله، فيخالط قلبه من تعظيم الله وإجلال الله وخشية الله مع المحبة المتقررة في أصله لله عز وجل. وهذا مصاحب للخوف والخشية، فيكون سامع القرآن إذا بكى عند سماع القرآن أو إذا قرأ إن كان قارئا للقرآن فبتلك المشاعر التي أشار إليه المصنف رحمه الله. وسيعرض شواهد لهذه الأسباب التي ذكرها من بكاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، والمقصود بأبي سيف القين حداد من الصحابة واسمه البراء بن أوس، كان ظئرا لإبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أبا له من الرضاعة. أبو سيف هذا هو أبو إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، لأن زوجته خولة بنت المنذر قد أرضعت إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: دخلنا على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك يعني مرة أخرى وإبراهيم يجود بنفسه، يعني تغرغر روحه وهو ينازع الموت وهو صغير لم يتجاوز السنتين. قال: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت وأنت النبي المعصوم المؤيد بالوحي المشدود قلبك بحبل السماء تبكي لموت صغير وطفل من أطفالك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، يعني بدمعة أخرى، فقال: إن العين تدمع
والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن. أيضا هذا موقف آخر، أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي. إيش يعني تقضي؟ تقضي أجلها. أخذ ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، فصاحت أم أيمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتبكين عند رسول الله؟ قالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. فبكى عليه الصلاة والسلام لما نزعت روح إحدى بناته وهي بين يديه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رحمه الله: ومن شواهد بكائه صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن حديث ابن مسعود في الصحيح رضي الله عنه، لما قال عليه الصلاة والسلام له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه صدر سورة النساء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم يبكي مع القرآن إذا تلاه وإذا قام به وإذا استمعه من غيره عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن كان حياة لقلبه وأنسا لروحه عليه الصلاة والسلام. والأمر كما تقدم في كلام المصنف بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية من الله. والله قال له طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فاستحضار تلك المعاني عند الإقبال على القرآن تلاوة واستماعا وصلاة وتدبرا يبعث على تلك المعاني في قلوب أهل الإسلام يا أمة القرآن. وما يزال في بقية كلام المصنف رحمه الله تتمة للحديث عن أسباب البكاء التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام في مواقفه وروايات الحديث عنه جاءت تدل على بعض المواضع منه في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، نأتي عليها تباعا في ليالي مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى. هذه ليلة الجمعة أيها المباركون قد أقبلت ومعها سحائب الخيرات والرحمات والبركات. ليلة الجمعة ويومها ميدان فسيح يتسابق فيه المحبون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسابقون أيهم أكثر حبا، أيهم أكثر صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمطرون بصلاتهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام 10 أضعاف صلاتهم عليه صلاة من ربهم عليهم جل وعلا. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رب صل وسلم وبارك عليه صلاة تحبها وتحبنا بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بالصلاة والسلام عليه من أشد أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا غدا في زمرته وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت، نسألك وأنت الكريم العظيم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تجعل لإخوتنا في فلسطين من كل هم فرجا،
ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم تول بعنايتك أمرهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم. اللهم تولهم بعنايتك يا حي يا قيوم. اللهم إن بني صهيون قد طغوا وبغوا وأمعنوا في العداء، فأرنا فيهم يا رب عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندك، وأنزل عليهم رجسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب في قلوبهم، واقتلهم بسلاحهم. اللهم خالف بين كلمتهم يا رب، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وأخزهم واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم قد علمت أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم فبك نحول، وبك نصول، وبك نجول. أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم إخوتنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم من كنت مولاه فأنت الولي النصير. اللهم أنت مولانا ومولاهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.